الفرصة هذه بان نتكلموا على الوعد اللي قدموه الشباب الجزائري رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمضافة منشآت جديدة بملعب ملعبين واحد في بالشرف واحد في ورقلة. نظن قسنطينة كانت ضمن ثاني الوعود هذه وين وعدنا كان كاين وعود به يكون ملعب ومركب كبير في مدينة قسنطينة. أنا نظن من أهل الاختصاص نقدر ثاني نقول باسم سكان مدينة قسنطينة ولا ريجيون كامل مدينة قسنطينة. ما تنساش باللي ولاية عريقة وقديمة وكاينه توت ان ريجيون هنا دايره بها تاع الشباب. نظن حان الوقت به مدينه قسنطينه وما جاورها تستاهل مركب رياضي بكل المعايير، خاصه ان الجزائر يعني راح تكون من ضمن البلدان اللي راح يعني فيها امكانيه به ننظموا يعني بطولات كبار. ما زالت كاينه كاس العالم للانديه، كاينه كاس العالم للكره القدم، كاين منافسات افريقيه على كل المستويات. ولا نظن انه مدينه كما مدينه قسنطينه تستاهل باه يكون عندها ملعب اكثر من هذا، لانه حتى الطاقه الاستيعابيه تاع ملعب الشهيد حملاوي اللي عاد بعد الترميمات هذه نزل 22 ألف مقعد. وكما معروف باللي مناصرين تاع النادي الرياضي القسنطيني واحد هم يفوقوا 80 90 ألف متفرج، وهذا بالواقع يعني كاين مقابلات لعبناهم ب 80 و 90 ألف، منهم مقابلة نيس، منهم مقابلة كأس الجمهورية ضد مبدي توران. يعني أثبت النادي الرياضي القسنطيني باللي عنده شعبية يقدر يملا. حتى كاينه مقوله هنا في الشرق وين يقول لك المناصرين تاع النادي الرياضي القسنطيني عمروا ملعبين في يوم واحد، لما لعبنا المقابله تاع السقوط كنا معمرين ملعب باتنا وملعب قسنطينه.